تسعى الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة QNBN إلى النهوض بالدولة من خلال توفير شبكة من الألياف الضوئية عالية السرعة ذات النطاق العريض. وتماشياً مع رؤية دولة قطر الوطنية 2030، فإن QNBN ملتزمة بدعم أهداف الخطة الوطنية للبرودباند والتي وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وسيتيح الجيل التالي من شبكات الألياف الضوئية سرعات اتصال فائقة، وسوف تستفيد القطاعات المختلفة من السرعات العالية للإنترنت، ما ينعكس في توفير النفقات وزيادة القدرة التنافسية وتعزيز الاستدامة. ويكمن العامل الرئيسي لتحقيق هذه الرؤية في تحقيق التعاون المتبادل بيننا وبين مزودي خدمات الاتصالات بالدولة، وسوف نعمل سوياً على تأمين التغطية بشبكات الألياف الضوئية في جميع أنحاء الدولة، حيث تسهم خدمات الاستضافة التي توفرها QNBN في إمداد مزودي الخدمات بكافة الموارد اللازمة لتركيب وتشغيل الشبكات الخاصة بهم في مقسمات الاتصالات المركزية التابعة للشركة، مما سيؤدي إلى زيادة موائمة البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر، وتزويد المستخدم النهائي بالدعم اللازم بأسلوب أسهل وأسرع وأكثر فعالية. وستوفر خدمة الاتصال بشبكة الألياف الضوئية للمنازل FTTH من خلال تقنية جيبون سرعات انترنت عالية للمنازل، مما سيجعل الأسر قادرة على التمتع بالعديد من المزايا، بما في ذلك مشاهدة الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بشكل متدفق دون انقطاع، وتحميل الملفات من الانترنت بصورة أسرع، وإمكانية العمل من المنزل. وبالنسبة للمطورين العقاريين، فإن توفير شبكة الألياف الضوئية ستمثل قيمة مضافة للمشاريع الخاصة بهم من خلال تفعيل خدمات المدينة الذكية مثل شبكات النقل الذكية بالمناطق الحضرية وإمدادات الطاقة والمياه ومرافق التخلص من النفايات، بالإضافة إلى أساليب أكثر فعالية لإضاءة وتبريدة المباني. كما ستستفيد جميع الدوائر والوزارات الحكومية من مزايا الاتصالات عالية السرعة لتحسين مستويات الكفاءة. علاوة على ذلك، تعمل خدمات الاتصال من نقطة إلى نقطة التي توفرها QNBN لتزويد الجهات المالكة لشبكات خاصة بوصلات ألياف ضوئية تعالج قضايا مثل تأمين الإنترنت من خلال نظم الشبكات الذكية والمؤمنة. كما توفر هذه الخدمة شبكة خاصة ذات سرعة عالية للتعامل مع عمليات نقل البيانات الكبيرة، مما يساهم في تحسين خدمات وتأمين وتخزين النسخ الاحتياطية للبيانات. وستلعب شبكة الألياف الضوئية دوراً رئيسياً في فتح آفاق جديدة في مجال الحوسبة السحابية والتعافي من الكوارث وتحسين الوضع الأمني للشركات، وتأمين السعة النطاقية اللازمة لعمليات نقل البيانات الكبيرة، فيما تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من منافسة الشركات الكبيرة. كما ستساهم شبكة الألياف الضوئية في إحداث تحول نوعي في مجال الرعاية الصحية بقطر، لما سيكون لها من دور محوري في تحسين عمليات جمع وعرض وتبادل المعلومات الصحية بين الأطباء والمرضى، فمن خلال إتاحة السبل للحصول على المدخلات الفورية من خبراء الصحة بجميع أنحاء العالم، سيتمكن العاملون في مجال الرعاية الصحية من تطبيق إجراءات أسرع يمكن من خلالها المساهمة في إنقاذ الأرواح. هذا فضلاً عما ستشهده قطر من تطور في مجال التعليم من خلال تقديم الخدمات وخيارات التسجيل عبر الإنترنت واللوحات الافتراضية والحصول على الدورات التدريبية الدولية والتوسع في مجال التعليم والتدريب من خلال التواصل مع مؤسسات البحث والتعليم العالمية. وستساهم أيضاً شبكة QNBN في ترسيخ مكانة الدولة كواحدة من أكثر الاقتصاديات حيوية وتقدماً وأسرعها نمواً في المنطقة والعالم.